السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا إخواني إني لا أتقرب إلى الله بالدفاع عن أهل السنة والجماعة والعلماء والدعاة والمشايخ أينما كانوا، ومن هؤلاء فضيلة الشيخ العلامة الإمام مجدد الزمان مفتي الديار السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله وغفر الله له وطيب الله ثراه وجمعنا به في جنات النعيم. كتبت الناشطة اليمنية توكل كرمان وغردت على صفحتها في تويتر كلاما يسيء إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وقالت أنه ضال مضل وحاشاه من هذا الكلام السيء. وحينما يتكلم أصاغر الأمة وجهالهم في أكابر الأمة وعلمائها ودعاتها ومشايخها، حينها تتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة، كما في صحيح الجامع للشيخ الألباني. وحينما دخلت على صفحة هذه المرأة وجدت العجب، تقول: أحيي ألمانيا على فعل كذا، وأشكر أمريكا على فعل كذا. وحينما تتطرق للشيخ العلامة ابن باز تقول عنه ضال ومضل. حسبي الله ونعم الوكيل، أسأل الله أن ينتقم منك، غاب عنك كل الناس حتى تنتقدي شيخنا ابن باز. يا ترى ما هو السبب؟ لما أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فتوى بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ولا تمثل منهج السلف، ثارت غريزة هذه المرأة الجاهلة على أحفاد الشيخ ابن باز وجرحتهم في شيخهم وإمامهم بدون سبب يذكر. وإذا استعرضنا يا توكل كرمان بعضا من منهجكم الدموي وتاريخكم الملطخ بالدماء منذ تأسيس هذه الجماعة في مصر، وأنتم تسعون إلى الحكم في كل زمان ومكان، ولقد كانت مصر آمنة مطمئنة يعيش أهلها في أمان وسلام، حتى جاءت ثورتكم الرعناء فدمرتم كل شيء بسياستكم الخبيثة. وهكذا اليمن السعيد كانت دولة آمنة مطمئنة لها كيانها وهيبتها، فأسقطتم رئيسها وأدخلتموها في وحل المشاكل، فكنتم أول من اكتوى بنارها، فتم طردكم إلى السعودية التي فتحت لكم ذراعيها، ثم تم طردكم إلى تركيا. فهل يا ترى سنراكم قريبا في أمريكا؟ وهكذا تونس وليبيا دمرت بسببكم وبسبب سياستكم الرعناء. لا تدخلون بلدا آمنا إلا رجع جحيما عليكم وعلى أهله. أعتقد أن هذا الكلام لن يعجب الكثير من الزملاء والأصدقاء، ولكن الحق يقال ولو على نفسك. لقد سلم اليهود والنصارى من ألسنتكم أيتها الجاهلة، فما بقي إلا الشيخ ابن باز تتكلمون عنه. يقول عنه الشيخ الألباني رحمه الله: إنه مجدد القرن. يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: إن ابن باز طراز غير عن علماء هذا الزمان. وقال الشيخ السبيل: إنه إمام أهل السنة في زمانه. بل قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: إنه مجدد القرن. رحم الله ابن باز وغفر الله له. ولن أتكلم عن سيرة الشيخ وترجمته فالحديث يطول، وإنما أقف هنا مدافعا عن الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، الذي قضى عمره في تعليم الأمة العلم النافع ونشر الخير والفتوى لكل الناس، أكثر من 70 عاما والشيخ يدرس ويعلم ويفتي رحمه الله. ولما حكم الرئيس جمال عبد الناصر على سيد قطب رحمه الله بالإعدام، تحرك الشيخ وكتب برقية شديدة اللهجة إلى عبد الناصر،
قائلا أن يكف عن هذا الحكم، وختمها وذيلها بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. من مواقفه المشرفة أنه لما حكمت محكمة صومالية على 6 من طلاب العلم بالإعدام، ووصل الخبر إلى الشيخ متأخرا في الليل، فلم ينم تلك الليلة، وقام بالاتصال بالأمير عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله قبل أن يصبح ملكا. فقام الأمير عبد الله بالاتصال بالحكومة الصومالية، وتم العفو عن جميع السجناء إكراما للشيخ ابن باز رحمه الله. من مواقفه أنه لما قفز أحد الحرمية إلى سور بيت الشيخ وقبض عليه الحراس وأحضروه إلى الشيخ وقد هموا أن يضربوه، فقال لهم الشيخ: لا تضربوه، وأجلسه بجانبه وقال له: يا بني لما فعلت كذا وكذا؟ فتعجب الرجل من أخلاق الشيخ، ثم طلب من الشيخ أن يعمل عنده، وفعلا عمل عند الشيخ حتى وفاة الشيخ رحمه الله. كل هذه المواقف المشرفة والنبيلة لشيخنا وسيرته العطرة، ومع ذلك يأتي من ينتقص الشيخ ويسبه ويصفه بما لا يليق: خبت وخسرت يا توكل كرمان، فلن يضر شيخنا ما قلت فيه، ولن يضر السحاب نبيح الكلاب. وفي عام 1420 للهجرة انتقل شيخنا إلى ربه والدار الآخرة بعد أن ألف أكثر من 41 مؤلفا، وآلاف المحاضرات وآلاف الندوات، ونشر الخير للأمة رحمه الله وغفر الله له. رحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة واسعة، وغفر الله له، وجزاه الله عنا خير ما جزى عالما وإماما عن أمته، وجمعنا به في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.